فقد تمت إعادة هيكلة المشاريع المتعلقة بمجال التشغيل من أجل ضمان تجانسها وتكاملها. ومنذ بداية أغسطس الماضي تم حتى الآن 1. تمويل 1990 مؤسسة صغيرة و1169 نشاطاً مدراً للدخل. 2. دعم 152 مشروعاً قائماً في إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز استدامة مواطني الشغل. 3. سيتم إعلان تمويل 400 مشروع في إطار برنامج دعم وتطوير ريادة الأعمال في البلد خلال الأيام القادمة. 4. أطلقنا بالتعاون مع قطاع الزراعة والتكوين المهني مشروعاً نموذجياً لخلق 200 فرصة عمل في مجال زراعة الأرز يتم حالياً انتقاء المستفيدين منه، كما فيما سيتم إطلاق برامج نموذجية مماثلة في الأسابيع القادمة في قطاعات التنمية الحيوانية والنقل الحضري وغيرها من القطاعات الاقتصادية. 5. تم نشر 320 عرض عمل، بينها 140 عرضاً في إطار مرتنة الوظائف. 6. تم تنظيم حملة وطنية لاستكشاف فرص العمل والتدريب لدى المؤسسات والشركات في كافة أنحاء الوطن، وهي الحملة التي مكنت من زيارة 2510 مؤسسة ووحدة إنتاج والتعرف عن قرب عن احتياجاتها من المصادر البشرية. 7. تم تكوين 4025 مستفيد على المهارات الأساسية لقابلية التشغيل في عموم التراب الوطني، وتم إطلاق برنامج تكويني مماثل لصالح 1600 مستفيد في ولاية البراكنة منذ أيام قلائل. كما سيكون هناك برنامج سنوي لتعزيز فرص تشغيل الشباب ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن عروض تدريب لفائدة خريجي التعليم العالي والتكوين المهني. يصطدم امتصاص البطالة بعقبات متشعبة ومتداخلة، ويمتاز سوق العمل في البلد بوجود اختلالات بنيوية، أو يعاني بالأحرى سوق العمل في البلد من اختلالات بنيوية بعضها ناجم عن ضعف نسبة التمدرس وعدم مواءبة مخرجات التكوين مع متطلبات سوق العمل في كثير من الأحيان، وهو ما يحتم مضاعفة الجهود لإعادة تأهيل آلاف الشباب ممن هم في سن النشاط المهني وزيادة الاستثمارات لتوفير فرص العمل. ويعول قطاع تمكين الشباب والتشغيل على التنسيق مع القطاع الخاص وعلى مساهمة الشركات والمؤسسات ووحدات الإنتاج والمشغلين عموماً وكافة المتدخلين في سوق العمل من أجل تذليل العقبات أمام تمكين الشباب وخلق فرص حقيقية للشغل.